السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الأمل، صباح البركات، صباح كل شيء جميل وحلو في هذه الدنيا ليكم أنتو صديقاتي وأصدقائي الأعزاء تاع اليوتيوب. عودة والعودة ميمونة إن شاء الله. كما البنات عودتكم دايما ننشر الطاقة الإيجابية الماكسيموم. إن شاء الله في هذا الفيديو راح يكون مليء بالأحاسيس ويكون مليء بالعبر اللي إن شاء الله تاخذوا منهم المغزى كما يقولوا. وشكر خاص جدا للمتتبعين الأوفياء اللي دائما يسقسيوا عليا زهون راكي علاش ما كيش تباني في اليوتيوب، رجعي لنا. راني رجعت لكم، عدت والعودة ميمونة إن شاء الله. راح نعمركم بلي فيديو، وهذا الفيديو راح يكون فيه بزاف احاسيس قلتلكم ايجابيه راح نشاركها معكم. راح نشارك معكم العائله تاعي في مختلف تراب الوطن باذن الرحمن. غاستي برونشي، نبداو بلانيفرسير تاع سيرين ومارا اللي دوزتو كي كنا في الجزائر، ونعاود نولي ليكم. سيرين ثقه حار على سيرين. برافو. هادي وسمع مارام ان شاء الله ربي يطوفيهم وراهم في زوج ان شاء الله. تقهر عليهم في زوج. اسمع يا واحد زوج. ما تسمع والو. واحد زوج ثلاثة. على واحد زوج كازوز. واحد كازوز هاو كازوز هاو قبلوز. هيا احنا نعطيك موسيقى. واحد هاكا ما سمحوا احنا نعطيك موسيقى. هاني مالها يا سيدي. لاليا موشي. كما شفتوا البنات درت لكم مقتطفات من عيد ميلاد مرام وسيرين اللي ربي يطول في عمرهم ان شاء الله. درناه في السابلات في الجزائر العاصمه. كما شفتوا احتفلنا وضحكنا ولعبنا مع عائلتي تاع الجزائر العاصمه. دوك نجيكم بشويه باش تفهموا البنات. اول شيء انا حبيت نجاوب على بعض الاسئله اللي كانت تداول في أذهانكم كما يقولوا. مانيش مجبورة ولكن حسيت باللي انتم قراب ليا لقلبي، سي بوغ سا نعطيكم بعض النقاط هكذا باش تكون صورة صافية بالنسبة ليكم. أول شيء دوكا هدية كما يقولوا راني في جيجل، هذه مقتطفات من جيجل رحت صورت لكم. بس كاين بزاف لي سقسوني علاش ما رحتيش لداركم في الجي سونتر ديريكتومون كي جيتي من الترك. انا نقول لكم في جيجل رحت لخالتي اللي زوجها ربي يرحمه، رحت ديريكت تما كان زوجها مريض كان في حاله حرجه ربي يرحمه ويوسع عليه. سي بوغ سا رحت ديريكتومون شفتو، قعدت اون سيمان بعد عاودت وليت لالجي وليت لدارنا. ابخي في 4 جوغ تاع العيد توفى ربي يرحمه، اللي ربي ان شاء الله يجعلوه من اهل الجنه. ادعوا له كامل البنات بالرحمه لانه كان عزيز عزيز بزاف علينا، وكنا كيما نقولوا فاتحنا دارو نروحوا في لي فاكونس، يعني بزاف قريب لقلبي ربي ان شاء الله يرحمه ويوسع عليه. حبابي وحباباتي ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب العالمين. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل ملاح ويلقاكم كامل مهنيين يا رب العالمين. هذا الفيديو راح يكون ان بو سبيسيال، سبيشال فور مي فور ماي لايف،
بيسك شوية نقدر نقول فيديو حساس. أنا أنا وبنتي هاي ميراي. ميراي ميرو أي تفرج ما يجي قاع حسبتني يا شيخ. رانا شادين طريق راني في جيجل أوتر ماما أوتر. راني في جيجل راني شادة طريق باتجاه ولاية يعني أصولي من أين أنحذر ولاية كيكدا. في الطريق إن شاء الله نحكي لكم وش راح ندير في كيكدا وعلاش راني رايحة. نحكي لكم ونفرغ لكم شوية قلبي دي شوز كنتو حابين تفهموهم شفتهم في لي ميساج ما على باليش كيفاش. انا مانيش مجبوره كيما قلت لكم باش نحكي ونهضر مي لقيتها حاجه شغل معليش اللي يحبوني وعندهم الفضول على حياتي وهكذا نحكي لهم كيما نقولوا باختصار وعلى العموم وش كاين وش ما كاش. المهم انا جيت قابلت البحر هنايا قبل ما ندي ماري ماما قلت باش نروبوزي شويه ناخذ منه الطاقه الايجابيه ونعطيكم تاني كتومه الطاقه الايجابيه حباباتي. شوفوا الله يبارك بلادنا شابه وكل شيء فيها شباب. هاك البنات هيا ننطلقوا على ربي ان شاء الله. فوالا بعدا نتلاقاو هنا يا البنات. خديت بنتي كيما نقولوا كي كنت في جيجل باش تجيني قريبة سكيكدا. على بالكم بين جيجل وسكيكدا يا ربي 3 سوايع. سي بوغ سا انطلقت وجهتي الى ابي بابا ربي يطول في عمره وربي يحفظه ان شاء الله ويخليه لينا ان شاء الله. على بالي ما حكيت لكم شو ما قصرناش يتو بيس كنحسهم حاجات خاصة بيا انا ما نحبش نهدر فيهم بزاف مي هاد قلت ندير هاد الفيديو باش نفهمكم ندير لكم مختصر وين كنت وش درت في الجزائر ونقفلوا هاد الموضوع. شوفوا البنات انا يا الاب تاعي والام تاعي ربي يطول في عمرهم وربي يحفظهم كيما نقولوا كي كنت صغيرة انا يا كي جيت للدنيا هادي كنت صغيرة اتفارقوا يعني ابغض الحاله اللي عند الله الطلاق. تفارقوا كل واحد خدا طريقه كل واحد راح لحياته. هو دار حياته الام تاعي دارت حياتها اللي ربي يهنيهم ويسعدهم فيها. احنا يا يعني بسبب المسافه انا كبرت وزدت في الجي والاب تاعي من سكيكدا وما نقولوش كي في الام بالاولاد وهكاك شغل تقعد هذيك المسافه اللي ما نروحوش. ثم انا دوكا عندي 10 سنوات ما شفتش الاب تاعي و 10 سنين ما شفت يعني حتى قولوا لي كيفاش زاهو الله غالب جات هكا الظروف. 10 سنين يعني حتى كي تزوجت والاب تاعي ما كانش حاضر مع الاسف مي الحمد لله لحق الوقت اللي حسيت روحي بلي انا اللي لازم نروح للاب تاعي وانا اللي نحوز على الاب تاعي وانا اللي ننضم للاب تاعي ما نسناش هو. فوالا خياتي دوكا راني في الخروج راني قريب نلحق ما بقاليش جيت للستاسيون ديسونس هنايا درت ليسونس وشريت شويه جو شويه ما شويه عطشنا. وهنا لقيت واحد ليسباس دونفون هنا ميراي راهي دايره حاله ما حبتش تجيني وراهي الكويل ساعه راهي 3 راني واحد السخانه واش نحكي لكم ماشي سخانه شغل شميسه يا كان البرده ماما. شوفوا ميراي لقيت هنا وين تلعب هادا واش تحب هادا واش تحب والله العظيم هاد الستاسيون اسمها تكون نقول لكم اسمها نستعرف بها ما شاء الله. شوفوا واش مدايرين اسباس هكا تاع لونفون كي تحطيه لي تواليت مصلى كل شيء. حصلت لي هنا ميراي هوفو هوفو ايه قلت لكم اني في الخروج دوك تعرفوني يعني. البنات وهنا كنت لحقت واكرمني الاب تاعي اللي ربي يكرمه بالجنه ان شاء الله بهذا الكسكس اللي معروف في ولايه سكيكدا وهو بلحم الماعز يعني الكسكس تاع البلوط ولا الشعير الاسود معروف اكليت
الحمد لله وفرحت كي شفت الاب تاعي وكنت نشوفوا لا رياكسيون تاع ميراي ما تامنوش لا بروميير فوا كي شافت جدها وماما انايا شغل تقدروا تقولوا لا دوزيام فوا في حياتي اللي نشوف الاب تاعي انعم هذه هي اللي شفته كي كان في عمري 20 سنه يعني ما شفتوش مده 20 سنه ملي كنت بيبي ومن بعدها باش شفت الاب تاعي يعني انا حكايتي البنات اساطير برك ما نحبش ندخل في التفاصيل ابخي 10 سنين قلت لكم دوكا باش زدت عاود شفت الاب تاعي بيسك حسيت باللي مهما كان هذا الاب تاعي لازم انا اللي نروح ليه انا اللي نحوس عليه انا اللي ما نسمحش فيه يعني البنات شوفوا اللي ماشي يهدرش مع باباه ولا ما يهدرش مع يماه من هذا المنبر نقول لكم الجنة بيهم والربح بيهم والخسارة بيهم يعني يكونوا وش يكونوا يبقوا الأم والأب تاعكم يبقوا يعني هما اللي جابوكم لهذه الدنيا مهما تكون الظروف يعني أنا الحمد لله ما كنتش زعما ما نهضرش مع بابا ولا صح المهم كانت المسافة كانت كما قلت لكم تعرفوا تزاير وحالة تزاير كما نقولوا هذه هي أي عائلة يتفرقوا الوالدين لي يدي الدراري هذاك هو خلاص يقعد محتضنهم وسيبهم شغل الطرف الثاني دائما يكون يشوف حياته ويكون في جهه واحده اخرى مي الحق الوقت اللي قلت لازم انا اللي نروح لبابا ونشوف بابا ونشوف خاوتي اللي من بابا ونديلو حفيدته كما يقولوا والحمد لله كما شفتوا هذاك الاكرام كان من عند عمتي بعد ما كليت مع الاب تاعي رحنا لعمتي اللي نقول لها ربي يعطيها ويمنيها ويفرحها في ولادها ان شاء الله كما نقولوا دارتني فوق الراس دارتني فوق الراس شفتوا الاكرام شفتوا بنتها الصغروره نينا مش كي نقول لكم الصغروره راهي بخوف مي هي اللي شفتوا دارت الديكور وطيبات وحطت تموت على الديكور ربي يحفظها ونشكرهم وحده بوحده بناتها اللي داروني فوق راسهم ونقول لهم ربي يعطيكم الصحة والعافية ويخلي لكم الأم تاعكم تاج فوق راسكم إن شاء الله ولا بنات ومن بعد هنا يازنا رحنا لواحد البلاصة ومن بعد نقول لكم اسمها في الفيديو الجاي يعني نسيتها داتني داوني ميكوزين رحنا تما لو تيتانيك هاد الأوتيل ريستوران تحفة 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 وأنا هنا البنات علاش راني نوريكم في الأكل ونوريكم في السفرات ونوريكم أنا نحب نوري تقاليد واعرف بلادي هكا بيسك ما انا ما يشوفونيش غير لي زالجيريان انا حتى عندي نسبه يشوفوني حتى الاتراك بزاف من لا فامي تاع الزوج تاعي بزاف يتبعوني ايبا انا نحب نغتنم الفرصه مادام قلت رحت لبلادي علاش ما نوريش ثقافه بلادي علاش ما نوريش جمال بلادي بيسك في الفيديو السابق كي قلتوا لي زاهو هذاك الفيديو راح غير ببليسيتي على الكاطو انا ماشي كيستيون ببليسيتي على الكاطو هذيك المره ما تحتاج ببليسيتي اصلا خدمتها تهضر عليها الاسعار تاعها يهضروا عليها النظافه تاعها تهضر على الحلوى تاعها ما تلقاوهاش في الاحلام هذاك الكاطو بهذيك السمه وبهذيك النظافه وبهذوك لي زانغريديون انا جوست حبيت نوري ثقافتنا حبيت نوري ثقافتنا والعادات والتقاليد تاعنا باش يشوفوها الناس الاتراك اللي تبعوني كيما الزوج تاعي عائلته جيراني يعني هكا باش نفتخر المهم البنات كيما كنت تشوفوا هذه الدار الحلوه دار ماكوزين الكبيره اللي قدكم بعد ما رحنا لعمتي زدنا نهار واحد اخر رحت لدار ماكوزين اللي تانيك كما نقولوا دارتني فوق الراس اللي ربي يحفظها ويعطيها ويمنيها هذه هي البنات هذا هو الفيديو اللي كنت كامل تسناو فيه وماما انا كنت نسنى فيه بفارغ الصبر باش نحطه لكم كي رحت شفت الاب ديالي ما نكذبش عليكم واحد الاحاسيس يعني بوغ لا بروميير فوا حسيت بها ونزيد ونقول ونعاود نقول لكم جميع واحد بعيد على الاهل تاعو ولا على الوالد ولا على الاب ولا يعني على الوالده عفوا يكذب عليكم هذه الدنيا قصيره وقصيره وقصيره اليوم علينا غدوه معانا وهي رايحه يعني نغتنموا الفرصه من والدينا من خاوتنا وهنا البنات قعدت حبيت نختم لكم الفيديو هذا بالاب اللي رباني والام اللي رباتني الاب اللي رباني هذا هو اللي راكم تشوفوا فيه ربي يرحمه ويوسع عليه ويجعل مثواه الجنه وهذه الام تاعي تانيك هذه بيان سور زمان كي كنت انا بيبيه يعني ربي وش نقول لهم قليل في حقهم وش ندعي لهم قليل في حقهم
يعني أواوني كما يقولوا، فتحوا لي باب، فتحوا لي دار، ربوني، كنت أنا الشوشو تاع الدار، يعني اللي يعرفني واللي ولاد حومتي تاع باب الزوار تاع الجزائر كامل يعرفوا كيفاش تربيت وكيفاش كبرت، يعني كنت أنا هي الدلوعة تاع الدار. مالغيتو الأب والأم اللي ربوني عندهم الله يبارك، أنا يا ستة سبعة سبعة تمنية دراري، يعني بيا أنا تمنية، يعني مشي أنا الوحيدة، وهكاك ما قصروش معايا. وشوفوا هذا هو اللاج اللي ربوني فيه اللي راكو تشوفوا في هادو في لي فوتو، يعني عامين وشوية كيما راهي بنتي ميراي. بوغسا واش نقول لهم، والأم تاعي بيان سو غايبانت معايا شوية في التليفون، راني وريتها لكم، اللي ربي يحفظها تانيك ويطول في عمرها إن شاء الله. البنات هاد الفيديو بزاف اثر فيا، وبزاف بزاف كيما نقولوا، ماشي عيني اللي هاي تبكي، قلبي اللي راهو يبكي على ما باليش واش حسيت. والله العظيم بالك لي جاز لي عرفني مليح ولي عاش كيما عشت انا يحس بيا. واش حنقول لكم، انا ماشي حبيتش ندير، انا كنت قادره ندير فيديو كثار وطويل ونصور، ما قدرتش البنات، ما نكذبش عليكم، بعد 10 سنين وتشوفي الاهل تاعك بعد 5 سنين 4 سنين باغدوم اللي طلعت تورك، يعني باش شفتهم 4 سنين بزاف بزاف تاثرت، وسختو كي شاركت معاكم صور تاع بابا الله يرحمه لي رباني. ومن هذا المنبر حبيت نقول للعائله اللي ربتني وكبرتني، ربي يعطيكم ويمنيكم، ربي ان شاء الله يجعل مثواكم الجنه اللي رميتين منكم والحيين يا رب العالمين. ونحب نقول للناس اللي دائما هكا يحبوا يديروا النميمه ويروحوا لعائلتي هديه اللي ربوني، ويقول لهم زاهو ما تهدرش عليكم في اليوتيوب، وزاهو ما تعملش، انا نعطي لكم رساله، انا نهضر عليكم نهار يحطوا عليا التراب، نهضر كي نكون عند ربي سبحانه على الخير اللي درتوه فيا. هذه حاجة دوزيام. والحاجة الثالثة، أنا هاد اليوتيوب ولا السوشيال ميديا نحب ننشر فيها الطاقة الإيجابية فقط، ما نحبش ننشر حياتي وندير البوز بحياتي، لأنه نكون نحب ندير البوز بحياتي في الشهر يطلع لكم تاعي ما تيماجينيوش. بصح أنا لا نحب جوست ما نديرش بكم البوز، وما نديرش البوز بحياتي أنا الخاصة. هذه هي، سمحوا لي تأثرت في آخر الفيديو بزاف، والله غير تأثرت بزاف، وربي إن شاء الله يجمع كامل كل مغترب مع أهله، كل مفترق مع أهله، مع والديه سختو. البنات ابدأوا انتوما بالمعروف، ديروا انتوما البرومي بال لوالديكم، ما تقولوش الظروف، كل حاجة كل واحد ربي وش قدر عليه، كل واحد وش كتب له ربي، ايبا حنا نكونوا اولى بالمعروف. فوالا ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.